والآن تنضم إلينا من بيروت مراسلة رؤية من هناك جوانا نصر الدين. أهلا بك جوانا. إذا آخر ما تنقله لنا من مستجدات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الميداني. مساء الخير أخلاص. في الواقع يمكن أن نقول أن فجر لبنان أو صباحاته لا تختلف أبدا لا عن ليله ولا عن نهاراته، لأن التصعيد الخطير الذي يشهده لبنان خلال الأيام الماضية دليل واضح على انفلاش هذا العدوان. هناك وضع خطير جدا يجري على كل الأراضي اللبنانية، ولم يعد محصورا فقط لا بالضاحية الجنوبية لبيروت ولا بالجنوب اللبناني ولا بالبقاع. سأبدأ في الواقع من غارة قلب بيروت، بحيث استفاقت العاصمة على فجر دام بهذه الغارة العنيفة. نتحدث عن 4 صواريخ خارقة للتحصينات عند الساعة 4 فجرا على مبنى، تحدثت عن التفاصيل، عن مبنى مؤلف من 8 طوابق. الحصيلة بحسب ما تصلني الآن وصلت إلى 16 شهيد وحوالي 70 جريح بهذه الغارة، وعملية رفع الأنقاض ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، خصوصا وأن الصواريخ الأربع أو الغارة كانت عنيفة جدا، أحدثت حفرة كبيرة في المكان وبعمق حوالي 10 أمتار، وبالتالي هناك دمار كبير جدا. نظرا لأن هذه المنطقة هي منطقة شعبية ومنطقة مكتظة بالسكان وكل الأبنية متلاصقة مع بعضها، وإشارة أيضا إلا أن هذه المنطقة تأوي عدد كبير جدا من النازحين، إن كان نزحوا من الجنوب اللبناني وإن كان نزحوا من ضاحية بيروت الجنوبية. هناك أمر مهم جدا في هذه الغارة أو ما يتعلق بهذه الغارة، كانت هناك تسريبات صباحا تتعلق بأن هناك عملية اغتيال لأحد قادة حزب الله، حكي في البداية عن طلال حمية، ولكن بعد ذلك سرب بعض الإعلام العبري معلومات عن أن المستهدف هو محمد حيدر مسؤول غرفة العمليات في حزب الله والمسؤول عن كل العمليات التي يقوم بها خلال الأسابيع الماضية. ليتبين بعد ذلك ووفق إعلانات حزب الله ووفق نواب حزب الله أنه لم يكن هناك أي قائد عسكري أو سياسي لحزب الله في هذا المبنى المستهدف، محملين الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه المجزرة. وهناك بعض المصادر التي تتحدث وتقول أن الإعلام الإسرائيلي أو التسريبات التي كانت تخرج من الاحتلال كان هدفها فقط التغطية على هذه المجزرة في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، وبالتالي يمكن وضع هذه المجزرة في إطار المحاولات الإسرائيلية لإخافة المواطنين، لإخافة المواطنين الآمنين بالتحديد وبيئة حزب الله، ورفع الصوت ضد حزب الله من خلال ارتكاب مجازر خصوصا في هذه المناطق المكتظة والتي تعتبر نوعا ما محسوبة عليه وعلى حركة أمل. نبقى في بيروت مع ضاحية بيروت الجنوبية لليوم الثالث على التوالي، جولات صباحا وظهرا ومساء من الغارات العنيفة، تنفيذا لكل الانذارات والتهديدات التي يحددها جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث منذ ساعات الصباح وحتى الآن عن 11 غارة نفذت على ضاحية بيروت الجنوبية على مناطق متفرقة، إن كان الحدث، الكفاءات، الرويس وحارة حريك وغيرها من المناطق في الضاحية. إلى البقاع، نتحدث اليوم إخلاص في الواقع عن مجازر متنقلة في البقاع، ما يقارب 20 شهيد وعشرات الجرحى في مناطق مختلفة من البقاع، إن كان في بوداي، إن كان في بريتال، إن كان في غربي بعلبك، ولكن لعل المجزرة الأكثر دموية كانت في شمستار، بحيث سقط 8 شهداء من بينهم سيدة وأطفالها الأربعة. إلى الجنوب اللبناني وتحديدا صور والنبطية، نتحدث أيضا عن أكثر من 10 شهداء في غارات على صور، إن كان بمسيرة على شاطئ صور وإن كان باستهداف سيارة منذ بعض الوقت. وأيضا في النبطية هناك 5 شهداء، ناهيك عن كل الغارات العنيفة التي تشن على المناطق الحدودية بالخط الأول والخط الثاني والخط الثالث. ومن الغارات نعرج عن ما يجري على أرض الميدان، نتحدث بالتحديد عن عمليات التوغل البري التي تجري على أكثر من محور، ولكن لعل أم المعارك والاشتباكات هي في منطقة الخيام،
منذ الأمس وطيلة الليل، وحتى هذه اللحظة تستمر الاشتباكات العنيفة بين عناصر حزب الله وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي، تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، إن كان المسيرات الانقضاضية وإن كان الصواريخ النوعية وإن كان الأسلحة الرشاشة، كل ذلك تحت غطاء القصف المدفعي الإسرائيلي والغارات العنيفة الإسرائيلية. المعلومات شحيحة جدا من الميدان، ولكن ما وصل لرؤية هو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز في أكثر من منطقة في محيط بلدة لخيام. هناك أيضا يعني تمركز لقوات الاحتلال على مقربة جدا باتت من نهر الليطاني، أيضا هناك تمركز في أكثر من بلدة جنوبية خصوصا على الخط الأول. ليس هناك احتلال للبلدات، ولكن القوات الإسرائيلية دخلت إلى المناطق الحدودية عند الخط الأول. هناك بعض النقاط الإسرائيلية الموجودة هناك، والاشتباكات تدور بشكل عنيف على محور لخيام، وعلى محور آخر هو طير حرفة البياضة، بالتحديد لخيام لأن موقعها استراتيجي جدا، يمكن أن تكشف على مناطق عديدة إن كان في ساحل صور وإن كان في الجنوب اللبناني، وأيضا تطل على الجولان السوري المحتل وعلى المستوطنات الشمالية في فلسطين المحتلة. إخلاص. نعم، شكرا جزيلا نجوانا نصر الدين على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا.